كحك معاه فلوس معهوش فلوس، انا خدام اي حد. اه يا جماعه خلي بالكوا، علي بيقول اللي معاه فلوس واللي مش معاه فلوس. واي يعني واحد مش قادر على الكحك انا خدامه، رقم الواتس زو. طب ما دامش مصر حاجه طيبه طبعا. ده الاساس، كل سنة وانتم طيبة يا باشا، رمضان كريم عليك يا رب ان شاء الله على الجميع يا رب حبيبي يا باشا. طب وحياة اللبن تصلى على النبي، وحياة النبي تصلى على النبي. طبعا الكنافة حاجة من الحاجات اللي بتميز رمضان. رمضان كريم يا رب على الجميع يا رب ان شاء الله. ما بنشوفش الكنافة دي الا كل سنة في رمضان بس. طبع حودة رمضان كريم يا باشا عليك. صباح الفل يا باشا. استاذ علي عامل ايه؟ وصلت طبع يا باشا. رمضان كريم. عامل ايه دلوقتي في رمضان كده؟ رمضان جميل يا عم. رمضان السنه دي حاجه تانية طبعا صح؟ طبعا يا عم ربنا يعدلك يعني الناس كلها. طب قول لنا كده يا باشا عشان الناس عايزه تعرف اللي عندك في الحلويات، وان شاء الله هتعمل لهم ايه في العيد وكعك العيد والبسكوت؟ عندنا خش بقى الكعك، عندنا كعك كريم ان شاء الله. تمام. وعندنا بسكويت، وعندنا بدخور. تمام. وعندنا صابليه وبسكوت كيس وبسكوت شوكولاته وبسكوت نص ان شاء الله. بالنسبه لكعك العيد ان شاء الله، واي حد عايز كعك معهوش فلوس انا خدام اي حد. اه يا جماعه خلي بالكوا، علي بيقول اللي معاه فلوس واللي مش معاه فلوس. واي يعني واحد مش قادر على الكحك انا خدامه، رقم الواتس 012-7-088-03 وحايد. اللي مش قادر على الكحك والبسكوت يبعت على الواتس ونعدوا له لغايه البيت. انت تشكر قوي والله حاج علي، وتشكر والله العظيم بجد. رمضان كريم يا رب على الجميع ان شاء الله، وتشكوا على خير يا رب ان شاء الله. ماشي يا معلم. يا معلم احمد، احلى معلمين في الدنيا، معلمين صهاد صعيد بلدنا. ازيك يا باشا عامل ايه؟ ازيك يا حاج عامل ايه؟ اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. احلى رغيف عيش يا باشا من عند المعلم احمد، تاخده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم على الجميع يا رب ان شاء الله. يلا يا باشا مع السلامه. رمضان كريم يا عاطف. ازيك يا عم عاطف حبيبي يا باشا؟ الله ينور يا باشا. شوية فاكهة كده زي الفل برضو، الليمون الخيار الفلفل. يا جمل الله ينور يا باشا. كل سنة طيب يا باشا. السلام عليكم. فريان ده باشا في ديار محافظة الغربية، وزي ما انتم شايفين كده طبعا ده شغل كله شغل عالي جدا ومستويات عالية جدا حوالين الديار كلها. يا استاذ اسلام، اخبار الشغل معاك النهارده؟ الحمد لله. والسنة دي في رمضان كده
هنعمل كل اللي تجيبه ربنا كويس. السنه ده احلى سنه باذن الله. طب ان كده عشان الناس تشوف عشان رمضان كريم يعني عشان على الناس كلها ان شاء الله. هو الاول الشغل بتاعنا في حاجه اسمها استوكات. تمام. الاول يعني هي ما تتقارنش بالشغل التصنيعي اللي هو اللي شغال في السوق. لان هي حاجات براندات كلها عاليه في سعرها بسعر اقل من الشغل اللي هو السنة الجديد. تمام. اللي هو يعني انت ممكن تجيب فستان زي ده، الفستان دوت عامل 175 جنيه للشغل مثلا اللي هناك ده، دي حاجات حريمي وبناتي وشتوي صح؟ ده الشتوي التصفيات. الحاجات تصفيات شتوي يعني ممكن تعمل عليه عروض للناس. طبعا الحته نازله فيها من 350 نازل لحد معاك 150 و125 وحاجات اساسا مثلا عندك ده شال زي كده. تمام. ينفع في عيد الام وحد. تمام. حاليا بعد التصفيات. تمام. يعني انا بقول لك اي حاجه يعني مش ماشي ماشي مش مشكله، الناس كلها عارفه والناس فاهمه الاسعار في السوق عامله ازاي و مش محتاجه كلام. حاجه جميله جدا ما شاء الله. وكده دخلنا محل تركي. طبعا كل الناس اللي في بيار عارفه محل تركي للاكسسوارات والبرفانات مثلا والكريمات والكلام ده كله. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله احدث تشكيله شنط عيد نازله كلها مستورد معاك اهيت، وبرده الشهر وفي كل ثلاث ايام فرشه جديده. تمام. دي برده التوب بتاعت العيد برده كلها فرشه جديده معاك اهيت عشان ما نخليش حد في نفس الحاجه باذن الله السنه دي. الله. برده كوليكشن اكسسوارات برده معاك اهوت وبوكات. كل سنه وانتم طيبين جميعا، رمضان كريم عليكم وان شاء الله نفرح بالعيد كلنا مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. ازيك يا استاذ محمود عامل ايه؟ اهلا بيك. ازيك يا باشا كل سنه طيب؟ بالصحه والسلامه عليكم. رمضان كريم يا باشا. الله اكبر. رمضان عامل ايه معاك السنه ده يا باشا؟ الحمد لله والله، يعني شايف الناس مبسوطين وفي بهجه جميله خالص في البلد وكل مبسوط غير اي سنه طبعا. الانوار والزينه والكلام ده. السنه دي تعتبر هي سنه مميزه. طب انا شايف يا باشا الله ينور كده بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للحلويات عندك بسم الله ما شاء الله كده. عندي كنافه عيش كريز وعندي بلوريه عنده، في كنافه سيجار. استاذ محمود معلش بالنسبه للاسعار ما بتضايقش مع اي حد في اي سعر يعني خالص. هتظبط الناس يعني ان شاء الله. لا بالنسبه للاسعار، الاسعار يعني انا ببيع باقل سعر وبطلع افضل منتج واحسن جوده، وعشان الدنيا صعبه والجو غالي. ربنا يبارك لك يا باشا. اللي بيجي لي اللي معاه فلوس واللي معهوش فلوس بياكل. طب كحك العيد يا باشا ايه ظروفه معاك السنه دي ان شاء الله؟ بالنسبه لكحك العيد هيبقى الاسعار مناسبه للجميع وباقل سعر واعلى جوده واحسن حاجه ان شاء الله. يا رب. واللي معاه فلوس هياخد واللي معهوش برضه هياخد اللي هو عايزه. والله ربنا يبارك لك ان شاء الله جزيل خير. واللي معهوش فلوس يعني على قده هنديله بنص الثمن. ان شاء الله. واللي معهوش خالص برضه هياخد. يا باشا الله يبارك لك يا رب، رمضان كريم عليك. اللي معاه هياخد يا محمود. ربنا يكرمك يا باشا. متشكرين يا استاذ محمود. شرفتنا ونورتنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عادل عامل ايه؟ عمر عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك يا باشا؟ نعم والله زي الفل. اخبارك؟ كل سنه طيب. رمضان كريم يا باشا عليك وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب وعلى البشريه كلها. على كل مصر والعالم العربي. اخبار الدنيا معاك ايه السنه دي في رمضان؟ والله بنعمه الحمد لله كل حاجه تمام، واحنا موفرين الحمد لله كل قطع غيار وكل اللي الناس محتاجاه. الزينه بتاعت السنه دي والانوار مختلفه عن كل سنه صح؟ مختلفة طبعا مختلفة، ولان الناس كلها اتعاونت وعملت شغل كويس وعملت اراء كويسة والناس اتعاونت يعني. طبعا انت كنت صاحب الفكرة دي. الحمد لله، بس هي الفكرة ان الناس كلها اتعاونت ودي كانت كويسة يعني. طب عايزك تكلمنا طبعا انت على المكان بتاعك والمحل. طبعا انت بتبيع قطع غيار العجل واسعار العجل واشكال العجل والاعمار والكلام ده. كل حاجة ان شاء الله متوفرة، احنا موفرين كل حاجة للناس على اساس ان ما يبقاش عندنا حاجة ناقصة خالص والناس ما تطلعش بره تدور عليها. تمام. ومحاولين طبعا نحافظ على الاسعار على اساس ان انت عارف ظروف الناس والحاله الاقتصاديه بتاعت البلد. تمام. طب عامل عروض ولا حاجه للناس لو حد حب يشتري حاجه؟ هو اللي احنا محافظين عليه لحد دلوقتي ان احنا بنحاول نبيع بالاسعار القديمه. تمام. لكن السعر لما تشتري طبعا باسعار جديده. ربنا يجازيك خير يا استاذ عادل والله، ورمضان كريم عليك يا رب ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه جميعا. متشكرين يا استاذ عادل، كل سنه وانت طيب. رمضان كريم. ومعانا ابو عمر. ازيك يا باشا عامل ايه؟ السلام عليكم. كل سنه وانت طيب يا ابو عمر. كنت طيب يا باشا، ورمضان كريم على الناس كلها يا رب ان شاء الله. ايه نظام القهوه دلوقتي وايه اسعارها عامله ايه؟ احنا بنشتغل في كل انواع البن وبالنسبه للاسبريسو والبن التركي كله والبن والقهوه البن والفليفرات
نوع البن اللي عندك ايه يا ابو عمر بقى؟ طبعا عندنا البن التركي الاسبريسو، عندنا انواع كتير من البن التركي زي موكا مثلا والشورو في اي بي وجولد مثلا والفيومي وابو عوف والنجار، وعندنا اشكال برضو بالنسبه للشاي والكلام ده كله، اي حاجه انت تحتاجها والصوصات برضو والكلام ده كله. كلام جميل. طب بالنسبه للمشروبات بقى؟ احنا بنعمل المشروبات بتاعتنا بالنسبه للمشروبات السخنه والبارده كلها اللي انت عايزه هنعمله، مثلا بالنسبه للقهوه او المشروبات السخنه والبرده كلها زي ما انت عايز هنعملها ان شاء الله.